خوتي اخواتاتي، اليوم ان شاء الله فيديو جديد كان غادي نعاود لكم عليه شنو غادي يطرا فيه. المهم هذا الفيديو هذا كان واحد الناس كنت كعرفتهم في تركيا، واحد العائله كان جات في تركيا وجاو لوطيل، جاو كتوريست وهما ساكنين هنايا في بريطانيا. المهم ملي عرفوني انا جيت لهنايا داروا لي واحد المفاجاه، هضروا مع لويز، انا ما كانت في راسي حتى شي حاجه، هضروا مع لويز قبل بشي سيمانه، قالوا ليها فلانه ما تهضري معاه ما والو، يقول لي والو راه داير لي حنا واحد المفاجاه ان شاء الله، باغي نجيو عنده كاملين. المهم لويز شتات معاهم الهضره، ما قالت لي حتى شي حاجه. نهار جا وقال لها صافي دار معاه نهار فلان فلاني امتى غادي يجي والوقت امتى، شد واحد لوطيل هنا حدانا هي هذيك. لويز قالت لي واحد النهار، قالت لي راه غادي نمشيو نخرجوا، قلت ليها فين وما كناش معولين وحق الله، وداك النهار كنا خاصنا نديو اميره عند الطبيب. المهم داك النهار بالضبط مشينا للطبيب، جينا رجعنا للدار، قالت لي يلاه واش دراسك غادي نمشيو نخرجوا. قلت ليها لا بلاش، الصراحه فداك الفتره كنت عجزت انا فداك اللحظه هذه، يعني ما كاينلاش، كان البرد والشتا ما كاينلاش نخرج. قلت ليها ما كاينلاش غير نبقاو، قالت لي لا يلا باغي نوريك واحد البلان. قلت ليها شنو هو، ملي بقيت معصر مع يعني شاد معاها الضد، قالت لي راه كاين واحد المفاجاه. قلت لها شنو هي المفاجاه، قالت لي ما غاديش نقول لك. قلت لها واخا نمشيو، ما معولش انا على القضيه هذه، يعني ما ديش معايا حتى تليفون الايفون اكس، كان ديك الساعه عندي شارجي فيه ما عادش 10% وخليته هنا كيتشارج. المهم خليت التليفون هنايا ما ديتوش معايا، مشيت معاها، ما معول لا تصوير لا والو، داكشي علاش ما صورتش لكم اللقطه ديال كيفاش غادي نتلاقى معاهم. المهم حتى كنشوفهم تلاقيت معاهم، صراحه تصدمت، الناس اللي عمرها ضار بزاف شي صراحه، يعني ما نساوش الخير. ملي كانوا هما تما في تركيا كانوا معايا مزيان وبخير، ماشي غير هما، كانوا ناس الحمد لله بزاف، يعني على المعامله كيف كنت تعاملوا معاهم، معامله زوينه. الواحد كيبقى على طبيعته، الانسان ديما يبقى على طبيعته، ما عمرك تبدل ولا شي حاجه، هادشي علاش بنادم كيبقى ديما مفكرك. المهم جيت لقيتهم تصدمت صراحه، وداكشي ما عرفش ما نقول، داز القضية زوينة بزاف. هذا ما كان الخوت، والفيديو ان شاء الله بغيت نديرو معاهم في ديك اللحظة، ما جابش التليفون. قلت لهم شحال غادي تبقاو، قال لي غادي نبقاو غير يومين، يعني غادي باتوا غير ليلة الغد لي غادي يمشيو. قلت لهم صافي هادي، قال لي بغيناك نشوفوك الفيديوهات ديالك ديما داكشي، واش غادي دير معنا شي فيديو. قلت لهم مع حقه ما جابش التليفون، قلت لهم حقه صافي حتى الغدا ما بقيتش معاهم في ديك البلاصة. مشينا درنا معاهم، درنا جوله زوينه بزاف، بقينا خارجين معاهم حتى الليل، عاد رجعت انايا نعست. الغد لي في الصباح عاد مشينا عندهم، انتم غادي تشوفوا دابا في الفيديو ان شاء الله راه كيف القضيه، كيفاش غادي نتلاقاو معاهم وغادي نشوفوهم ندوزو معاهم ان شاء الله نهار زوين، ونشوفوا الدنيا كي غادي تكون اليوم. صراحه راه الله يعمرها دارو بزاف. خليكم معنا في هذا الفيديو ان شاء الله وما تشوفين. المهم دابا الخوت حنا دابا جايين عند الناس اللي اصدقاء ديالي، حنا غاديين عندهم دابا، كيتسناونا في الداخل، حنا غادي ندخلوا عندهم المكان هذا، حنا ندخلوا تما ونكملوا معكم فيديو ان شاء الله. المهم الخوت دابا حنا دخلنا عندهم، حنا لقيناهم، حنا نعرفوكم من هاد العائلة. هذا هو الاول، هذا ليفاي سميت ريفا، كنتمنى تسمعوني، هذا هو أصغر عنصر، هذا الأب إيان، وهذيك مراتو هي كوليت، وحداها كانديس، ورايا كيسي. كيسي هذي حشمانة بزاف، كتحشم. المهم أي جولدن غات شيز دير إن شاء الله. المهم هذوما العائلة الخوت اللي تلاقيت بهم في تركيا، ناس اللي عمرها دار جاو على قبلي هنايا باش يشوفوني. المهم حنا دابا كنتواجدو قدا الباص ديال بولين، غادي نجيو نقصرو شوية، ها هي حادة لويز. المهم الخوت هذا هو،
المهم هذا خوت هنا دابا دخلنا وغادي نشارك معكم هاد اللحظات اللي كاينين هنا. خلقنا السعادة شوية صراحة الله عمر دار كان خلق السعادة معانا اخوه المهم رجعوا عندي باش يعرفوا الناس راه الله عمر دار عرفتي تقريبا عرفتي باش يعرفوا البلاصة اللي جاو عندي لنا جاو تقريبا نقدر نقول لكم من فاس من فاس كازا يعني من فاس كازا دايرين 5 سوايع شي حاجة هذا الطريق باش علاش باش يجيو يشوفوني كيف قلت لكم البارح راه ما قدرتش باش نصورها حيت لحقاش ما كانش معول جاو داروها مفاجاه قلت لكم في الاول هذا المكان اخوت كان عليا ندير ديك اللقطه ديال البارح بان راه دوزها نهار زوين نهار كامل غادي الله نصحى نهار غادي اليوم خاطر غادي نمشيو لكم القوالين في هذاك لاطيل كنتمنى تسمعوني بقاو غير لينا واحد في لاطيل البارح واليوم غادي نمشيو داك الشيء جبت تليفون باش ندير معاهم بلوك حتى ما بغاو يشاركوا معايا بالفيديو هذا يا لويس لويس المهم هذا مكان اخوش خليكم معنا دابا هاد اللعبة هادي راه درت فيها دابا 6 مرات وانا كنلعب فيها علاش بغيت نربح هاديك الكوبرا هادي المهم انا غادي نعاود واحدة اخرى قدامكم اخر وحدة وغادي نشوفو غادي كي غادي تكون ان شاء الله دابا هادي خاصني نمشيها لداخل وصلت العيب شوية يا خوت بقى لي مرة أخرى مبغاتش الخوت المهم الخوت دابا لحظة ديال البولينغ غادي نبداو بولينغ نقصر شوية معاهم وغادي نشوفو كي غادي نديرو حنا مع هادو نشوفو شكون اللي غادي يربح ان شاء الله
المهم الخطبة انا رانا الاول حاليا 36 نقطة نكتبوا معايا 36 نقطة راهي المهم هاهي لويس يا لويس اللي تابعاني 30 نقطة قال لك راه غادي تغلبني المهم لويس 30 نقطة انا 36 نقطة حنا غادي نشوفوا شنو غادي شكون اللي غادي يربح في الاخر المهم الخوت راه انا اللي ربحت كيف كتشوفوا معانا اعلى نقطة انا 103 المهم انا اللي ربحت هنايا اليوم هذا مكان الخوت ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر او ثاني تسناو ما تشوفين المهم ديما هنا الخوت دابا جينا نلعبوا هنايا المهم مفوجين مع راسنا وصافي الخوت هذا النهار دابا كنفوجوا فيه وصافي المهم دابا الخوت راه غادي نخليوهم غادي نمشيو دابا ان شاء الله نرجعوا للدار المهم راه دوزوا معنا نهار كامل الصراحه دابا راه هادي 6 ديال العشيه نهار كامل حنا كاينين هنايا لداخل المهم هذا ما كرهناش نشاركوا معكم ديك الفتره الاولى اللي دوزنا معاهم البارح كيف قلت لكم هذا الاخر ديال الفيديو الخوت دوزنا نهار زوين بزاف بزاف دابا غادي نخليوهم هم يلا غادي يتحركوا هما كيان المهم هذا هو النهار الخوت داز نهار زوين زوين بزاف بزاف كنتمنى يكون عجبكم هاد الفيديوهات هادو اللي درنا ديال اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله ونعطيو شي كلمة ساي باي يلا الخوت هذا اللي خد الفيديو شكرا لكم بزاف سبسكرايب لايك ما تنساوش ديما راكم